المسألة: أخاف على قلبي الزيغ بعد الهدى، وعلى نفسي التفلت بعد الانضباط، أرى البلاء يضرب أطنابه، والفقر يغرز نابه، تمور الفتن حولي، وتعصف الشهوات بي، ولئن وجدت على الثبات معينا فإنني أجد على التفلت أعوانا. بالأمس كان لي صاحب محافظا على واجباته الدينية والأخلاقية، ولكنه اليوم في شق آخر، ترك فيه أمر الله واتبع ما يملي عليه هواه. ولما نزلت بقريبي الفاقة والحاجة نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وأصبح من القانطين. بينما يثبت الله على الخير في ظل هذا البلاء آخرون من أصحابي، ويزداد إيماناً آخرون من معارفي، فكيف للمرء الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد؟ أرشدوني. نقول للأخ صاحب المسألة وأمثاله: من يبحث عن الثبات في زمن الشدائد والأزمات؟ نقول: في الأزمات تزيغ قلوب أقوام، وتزول أحلام أقوام، وتتزلزل عقائد أقوام، ولكن بالمقابل في الأزمات يربط الله على قلوب أقوام، فيزدادون إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً مع ثباتهم، وتسليماً على تسليمهم. وهذه أمور أربعة تثبت الإيمان وتربط على الجنان في وقت الشدة والعسرة: تلاوة القرآن الكريم وتدبره والعمل بما فيه، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء قبله، والعمل بالعلم، واللجأ إلى الله تعالى بالدعاء والضراعة. والله أعلم.